بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتاعز عبدو علي، تم تنفيذ مشروع اشتقت إلى مدرستي التي تنفذه منظمة رواد العطاء للسلام والتنمية. استهدف المشروع الأطفال الأيتام والأشد فقرا والنازحين في منطقة الدمينة، حيث تم توزيع 50 حقيبة مدرسية لطلاب الصفوف الأولى والثاني والثالث. يأتي هذا المشروع في إطار جهود المنظمة لدعم التعليم وتحسين الظروف المعيشية للأطفال في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة تعز. بتدشين مشروع اشتقت إلى مدرستي المقدم من منظمة رواد العطاء للسلام والتنمية. طبعا سيتم هذا المشروع توزيع 50 حقيبة مدرسية لأبناء الطلاب والطالبات الأشد فقرا في مدرسة الشهيد الزبيري بمنطقة الدمينة. نحن بدورنا في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نقدم بالشكر الجزيل للإخوة الداعمين في منظمة رواد العطاء للسلام والتنمية على تنفيذهم هذا المشروع، طبعا التمويل من فاعل. ويعتبر مشروع اشتقت إلى مدرستي خطوة مهمة نحو تمكين الأطفال وتحسين فرصهم التعليمية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا ورفاهية. المشروع توزيع الحقائب المدرسية، مشروع اشتقت إلى مدرستي، استهدفنا مدرسة محمد محمود الزبيري الأساسية في منطقة الدمينة محافظة تعز المرحلة الأولى، وإن شاء الله تعالى المرحلة الثانية سنستهدف مرحلة مدرسة ثانية في مديرية صبير. سنستهدف الأسر الأيتام والأسر النازحة والأشد فقرا في محافظة تعز. أقلام ودفاتر وشنطة وكل مستلزمات الدراسة احتياج حقيقي في محافظة تعز. في هذا الأوضاع المتردية أصبح الآباء لا يقدرون أولياء الأمور على شراء هذه الأساسيات من أجل تعليم أبنائهم، وتأتي المبادرات والمؤسسات والمنظمات لتحل هذه المشكلة للأشد فقرا واحتياجا.